السلام عليكم. انا كنبغي نوجه تحيه خاصه للناس درجه اولى للمسرح الثقافه اللي سهرات على هذه الصبحيه الجميله. فهذه الصبحيه كانت غنيه بالفقرات بما فيهم الكلون، المسابقات الثقافيه اللي كتحمل الجوائز طبيعه الحال الفائزين الفرق الفائزه، ولكن كنبغي نهضر باكثريه على كاين عندنا واحد النقص في الجمعيات وفي هادشي. ما عندناش الجمعيات اللي يعني كيعطيو للطفل واحد الحاجيات، حيت اليوم تقريبا دخل عندنا اكثر من 2000 طفل، عرفتي هذا عدد هائل اللي حنا تصدمنا فيه كلجنه منظمه، كلجنه ساهره على هذا البرنامج على البروغرام كامل. فكنبغي نوجه تحيه خاصه للمجلس والناس اللي كيدعموا هاد الصبحيات، وبالدرجه الاولى الاطفال والاباء ديال اولياء امورهم، لان بصراحه ماشي ساهل غادي تحط ولدك وغادي تمشي، حيت عارفين ان ما جايبينهم في ايادي امينه اللي غادي تحافظ على هاد الوليدات وتخليهم ناشطين وضاحكين. وكنوجه تحيه خاصه لكاع الناس اللي كيحترموا هاد الجمعيات وكيقدروا هاد الاعمال التربويه اللي كيقوموا بها كاع الناس اللي كيسهروا لها. وشكرا. كانت معكم زينب اجليطي. هادي جمعيه نهضر المسرح الثقافه اللي مدينه صنعاء تنظم هاد الصبيحه التربويه للوليدات اليوم. لحد كيف ما كتعرفوا بان مدينه الزمامره ما بقيناش كنديروا هاد الصبيحات، ما بقيناش كنشوفوا هاد الصبيحات بزاف. لهذا قررت جمعيه نهضر المسرح والثقافه باش تقوم بهاد الصبيحه التربويه لفائده اطفال مدينه الزمامره، ويشوفوا شي حاجه جديده مثل بهلوان، لي كلونجيون، العاب سحريه، ماجيسيان، شي حاجه اللي جديده عليهم في هاد البلاد. وكنشكروا السي مصطفى الزوين رئيس جمعيه نهضر المسرح والثقافه اللي ساهم معنا في انجاح هذا الحفل وفي انجاح هذه الصبيحه التربويه اللي كانت مزيانه، وتبارك الله كاع الناس عجبهم الحال. كاين يد المساعده، كاين يد المساعده، كاين الدعم من المجلس الحضاري لمدينه الزمامره، وهذا الشيء كيخلينا باش نزيدو نخدمو اكثر. شكرا.